الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة معانا مروحة زي ما احنا شايفين كده، هنجربها ونشوفها. كده شغالة، نشوف بقى ايه. بتلف وشغال الموتور بتاعها الرئيسي، بس ما بتلفش الشمال واليمين. في حاجة تاني فيها هنا، الألواز اللي هنا اللي في الوش ده اللي بتتربط فيه الشبكة أو الطرتين اللي بتتحط فيهم الريشة، وهنا في مسمار ناقص. هنفكها كده ونشوفها من الداخل عشان نعرف ليه ما بتتلفتش شمال ويمين. وطريقتنا المعهودة اهي، بمفك كده يا جماعة وبنشد اللسان ده اهو كده اهو، ونفس الحكايه هنا اهو كده، ونلف ونجيب بقيتهم اهو يا جماعه، ونفس الحكايه اهي. شلنا الغطا اللي ورا ده، شفتوا يا جماعه؟ الدراع ده، الدراع اللي مرتبط بالركبه دي وبالجريل ده او الماتور ده اللي بيخليها تلتفت يمين وشمال. وتقريبا الحته دي اللي مربوطه او مرتبطه بالماتور مفكوكه اهو كده يا جماعه. نشوف كده، ركبناها بالموتور. الدراع ده، الدراع دلوقتي بقى بيعملوه بلاستيك، كان الاول حديد يا جماعه زي ما احنا شايفين كده. ونجرب ونشوف هيتحرك ولا لا، هتتحرك يمين وشمال ولا لا زي ما احنا شايفين كده. ايوه اشتغلت يا جماعه كده اهو، بتلف يمين وشمال، والحركات التلاتة اهو شغالين اهو. نركب لها الكفر، وفيها مشكلة تانية هوريها لكم دلوقتي. الكفر اهو يا جماعة كده، هنحط برضو بنفس الطريقة، وندخل الألسنة دي بالضغط كده هيركب اهو. يا جماعه اربط. هنجيب بقى ايه الوش اللي هي الجزء ده، الشبكه او الطاره دي، وهنحطها هنا. وهنفاجئ بحاجه، هنيجي نربط عليها مش هنعرف. طب هنعمل ايه؟ هنفترض الوش اللي تحت ده مفيش زيه او مش لاقيينه، هنعمل ايه؟ هنجيب يا جماعه كده كوت لحام، ونحاول نربط الجزء ده في الجزء ايه، في المروحه، او نغير نغير الوش اللي تحت. طبعا انا غير متواجد معايا دلوقتي وش، فهنعمل العمليه اللي هوريها لكم دلوقتي. هنجيب دي كده يا جماعه، بصوا معايا عشان الحته دي ايه، وهنخرم هنا كده اهو بالكاويه اهو كده يا جماعه. وهنا نفس الحكايه اهو كده اهو اهو. وهنخرم الناحيه التانيه اهو كده
وممكن نخرم تاني برضو عشان توكيد. كده ونعمل واحدة قصاد دي برضو كده اهو. والغرض من كده يا جماعة اهو هقول لكم برضو، هنجيب الوش او الطارة دي ونعملها كده ونربطها في الجزء بتاع المروحة، وهنجيب زي ما احنا شايفين كده اهو افيز او احزمة بلاستيك اهي عشان نربطها فيها، ونعمل كده يا جماعة اهو بسم الله كده. ونحط الحزام اهو، ونربط اهو كده، ربطنا. هنيجي طبعا هنوصل الريشة دي اهو الناحية التانية كده، وهنجيب دي برضو اهي اهو يا جماعة. هنحط الحزام ده برضو اهو كده ونربط اهو ونشد اهو. بصوا اهو ربطنا الحزام، طبعا في كذا فتح احنا عاملينها ونفس الحكاية. ادي الحزام اهو اهو، وهنحطه كده ونشد من الناحية التانية هيربط. طبعا الناحية دي برضو اهو اهو يا جماعة كده اهو كده اهو، ونربط الحزام جامد عشان ما يمسك الطاره كويس. طبعا الناحيه التانيه فيه اهو بسم الله يا جماعة. خرج الحزام برضو ونفس الحكاية، هنعدي الحزام كده اهو اهو كده يا جماعة اهو، ونحط الحزام كده اهو يا جماعة. وربطنا كل الأحزمة وبقت جامدة اهي اهو. لا في واحد تاني مربطينها برضو واحد، عشان احنا عاملينها بخمسة لزيادة توكيد وتجمد يعني. اهو كده دي مش قصادها حته واسعه فهنستغنى عنها، هي كده جامده اهو يا جماعه. طبعا الطراطيف ديك او الاطراف دي عشان ما تخبطش في المروحه هنرميها اهو كده اهو. فاضل حاجه تانية بقى، هنجيب مسمار هنا
عشان المروحة ما تلفش على الفاضي، ادور على واحد وارجع لكم. اتصرفت يا جماعة، زي ما شايفين اهو في سلكة وهحطها هنا كده، بس هعملها طبقتين، هعملها واوريها لكم. زي ما شايفين يا جماعة حطينا اهو حتة السلك اللي احنا عملناها بديل المسمار اللي هو مش موجود، وبنتصرف برضو بأي حاجة ممكن يمشي الحاجة، مش هنفضل ايه نتجمد عند حاجة معينة. ونجيب الريشة بتاعتها اهي، وادي الشق بتاعها اهو، نحطها فوق الشق فوق السلك اللي احنا عملناه دوت. اهو كده يا جماعة سيبت كده، وهنجيب الصامولة اللي بتربط عليها اهو كده، الحمد لله ركبت، ونجرب كده ونشوف. اهو يا جماعة اهو 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 السرعات كلها شغالة اهو. بعد كده هنجيب الايه الطاره الفوقانيه ونحطها كده، طبعا مش جايه من غير جوان، فهنضطر الجوان او الحزام اللي هيربطهم الاثنين مع بعض، وهنربطهم بالايه بالقفيز زي ده كده اهو يا جماعه اهو، نفس الحكايه كده اهو اهو كده الناحية التانية برضو اهو كده. طبعا الحاجات دي احنا بنلجأ لها لما ما يكونش المكونات الاساسية موجودة، لو في حزام او جوان حوالين الطارتين دولك بنركبناهم، بس طبعا ما فيش، فبنلجأ للايه للقفيز ده او او حزام الربط اهو يا جماعة كده اهو. تلاتة هنعملها باربعة عشان تحكم الربط، وادي كده اهو اهو يا جماعة كده بقت اهي تمام كده اهو اهو يا جماعة عملناها اهو، ربطناها وهنجرب بعد كده. برضو ممكن نقص احنا ايه الزيادات بتاعت الاحزمه دي، نقصها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده يا جماعه، بسم الله اهو اهو تمام كده، ونشوف الشيء اهو اهو السرعات كلها موجوده اهو، ونشوف بقى ايه اه دي قفلت اهو كده قفلت اليمين، دي السرعات يا جماعة، وده بتاع ايه بتاع الموتور الصغير اهو اهو زي ما احنا شايفين شغالت 100 100، ونسلمها للزبون وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا جماعة رجعت لكم تاني، ما خدتش بالي ان المروحة ما بتلفش يمين وشمال، لكن بجربها تاني لقيتها ما بتلفش يمين وشمال، ففتحت الظهر من هنا، فلقيت المسمار اللي بيربط الدراع اللي من الرقبة للموتور مفكوك بيفوت، فغيرت المسمار والحمد لله اشتغلت 100 100 اهي، وهنديها للزبون وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.